مشاهدين الأعزاء إنما كنتم أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. انطلق الشوط الثالث عشر بانطلاقة موفقة وسليمة، شوطا سنتابع من خلاله أسماء قوية تبحث دائما في كل تواجد لها، في كل انطلاقة لها بحضور لها عن الفوز بالناموس والجائزة النقدية القيمة. أبدأ مباشرة بالتعرف على مراكز القوة في هذا الانطلاق لأجد من تحتل المركز الأول. هناك جنين للشيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم، الثاني وراشد بن علي بن سعيد البريص يتقدم بجنين في عملية التثمير. المركز الثاني لأتابع الحضور كذلك من بقية الأسماء، أتابع هنا أمجاد لهجن مزبار وعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. من يتابع لنا أمجاد في عملية التضمير المركز الثالث، أتابع الشعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة. من يتابع لنا الشعلة في عملية التكتيك، بينما أجد من تحتل المركز الرابع جود هجن أم الزبار وحمد بن محمد الجرحب. من يتابع لنا جود من تابع هجن أم الزبار محقق الشوط الرئيسي بمشيرب، يدفع لنا كذلك بهذه المؤسسة التي تألق إنتاجها في هذه الأمسية، أمسية الحقائق. هنا كذلك أتابع الحضور من قبل المركز الخامس، المركز الخامس أمواج لهجن أم الزبار وحمد بن محمد بن جرحب الدابي، يتابع كذلك حضور أمواج. هكذا هي معطياتنا الأولى لهذا الشوط، بينما عودة إلى مقدمة الشوط هناك الحضور من قبل جنين الحاضرة مع أول التحديات لسعادة الشيخ سلطان بن جاسم الثاني وراشد بن علي البريص في عملية التضمير المركز الثاني. أتابع كذلك الحضور والانطلاق من قبل الشعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة، وتدخلت هجن أم الزبار بالحضور الكبير من قبل جود هجن أم الزبار وبن جرحب في عملية التضمير. لأتابع كذلك الحضور والانطلاق من بقية الأسماء التي بدأت تنضم إلى وسط المعركة، المرونة لهجن أم الزبار وعبد الله بن المرونة الحاضرة في المركز الرابع لهجن أم الزبار المركز الخامس، أتابع هنا أمجاد لهجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. هكذا للمرة الثالثة الأسماء المتواجدة الباحثة عن الجائزة النقدية وعن ناموس في هذا المهرجان القالي ما زالت هنا صامدة. هنا حاضرة جنين للشيخ لسعادة الشيخ سلطان بن جاسم الثاني وراشد بن علي البريص، وكذلك أتابع الشعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني بن عمارة في عملية التضمير. من يتابع لنا الشعلة الحاضرة بكل قوة لتشعل نار المنافسة في هذه الأثناء، بينما أتابع جود يلا ابن حاج جود كل مهبة يمر معها فرج ربي وتوفيقه. هنا هجن أم الزبار حاضرة بن جرحب الداب بحثا عن ناموس آخر وآخر، انطلق بهجن أم الزبار. وكذلك أتابع هنا المرونة حاضرة لهجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلام الهاجري المحنك يدفع لنا بهجن أم الزبار، وكذلك الشعلة، الشعلة حاضرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني بن عمارة، بينما عودة إلى مقدمة الشوط هنا إلى جود من أثبت تواجد هذه المؤسسة إنجاز تلو إنجاز وحضور مشرف في كل المهرجان لهذه المؤسسة الكبرى لهذا الإنتاج الفاخر، تألق في هذا الموسم لهذه المؤسسة الكبرى هجن أم الزبار. وبمتابعة أحد فطاحلة التضمير أحد العمالقة من قادم شيرب في الشوط الرئيسي يدفع لنا بجود لتحقق هذا الناموس وهذا الانتصار لهجن أم الزبار. المركز الثاني المرونة لهجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الثالث
المركز الثالث الشعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة. المركز الرابع جنين لسعادة الشيخ سلطان بن جاسم الثاني راشد بن علي البريص. المركز الخامس أمجاد لهجر أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. هكذا مشاهدين الأعزاء إنما كنتم تابعنا وإياكم هذا الشوط، فحضرت جود لهجر أم الزبار وبمتابعة حمد بن محمد الجرحب. التوقيت الزمني 5:52 76 جزءا من الثانية، بينما المركز الثاني المرونة لهجر أم الزبار وبمتابعة عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. التوقيت الزمني 5:54 45 جزءا من الثانية، بينما أتت مع المركز الثالث الشعلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني وحمد بن طالب بن عمارة من تابعنا الشعلة وحققت المركز الثالث. التوقيت الزمني 5:55 8 أجزاء من الثانية. أيها المتابعين.